حديث عن استمرار الاعتقالات في العديد من المحافظات في العراق والأسباب التي تقف وراءها وسط التقارير التي تؤكد تعرض أهالي المعتقلين للابتزاز. معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. السلطات الحكومية في العراق تتحدث عن 26 معتقلا ضمن حملاتها التي استهدفت محافظات التأميم وصلاح الدين والأنبار. برأيك يعني ما أسباب أو الأسباب الموجبة التي تستدعي استمرار الاعتقالات ضد مواطني هذه المحافظات بعينها؟ السلام عليكم وتحياتي للجميع. هذه الاعتقالات العشوائية التي تبدأ بها الحكومة العراقية بين أونة وأخرى هي اعتقالات ابتزازية واعتقالات انتقامية من قبل هذه المنطقة. يعني أتوقع منطقة صلاح الدين والرمادي في هذه المنطقة وتكريت. هذه المناطق هي العملية هي عملية انتقامية وتوجيهات من إيران، يعني توجيهات من ولاية الفقيهة الإيرانية، لأن هي اللي تمشي السياسة العراقية الداخلية في الوقت الحاضر. حقيقة أنه الحكومة العراقية الموجودة لا حول ولا قوة، لكن الحكومة العراقية هي متعاطفة مع هذه القرارات وهذه الميليشيات التي تبتز المواطنين وأهالي المواطنين في حالة اعتقالهم وفي حالة زيارة المواطنين أو الاستفسار عن السجين أو معلومات أخرى عن السجين يردون يعرفون في أي سجن. هذه العمليات ابتزازية وعمليات رشاوي حتى يأخذون من أهالي هذه المنطقة ما تمكن من أخذه، لأن هم مسيطرين على هذه المنطقة وهذه الميليشيات هي مدعومة من قبل الحكومة العراقية وهي مسيرة وموجهة من قبل ولاية الفقيهة الإيرانية. حقيقة المفروض من الشعب العراقي وحتى المرجعيات هذه يعني الحملات هذه. أستاذ ضياء، هي تقول الحكومة وتدعي بأنها أمنية، بالفعل في ظل يعني اتهامات موجهة لها بأنها تأتي من دوافع سياسية وطائفية ضد محافظات بعينها. ما هي الدوافع السياسية والطائفية من وجهة نظرك؟ الدوافع السياسية والطائفية الموجودة هي دوافع طائفية، وإنما الموضوع هو موضوع كل العراقيين يتذمرون من بداية الاحتلال ولحد هذا اليوم يتذمرون من هذه العملية السياسية التي دخلت إلى العراق ودمرت العراق ودمرت المجتمع العراقي. إذن هي العملية بالإضافة إلى طائفيتها وإنما عملية انتقامية تريد تنتقم من هذه المناطق. يعني احنا نستغرب لماذا تكون هذه الاعتقالات بهذه المناطق، الاعتقالات العشوائية ليست اعتقالات. الاعتقالات العشوائية أستاذ ضياء يعني ليست وليدة اليوم، يعني هي مستمرة منذ عام 2003 وحتى الآن. عدم استناد هذه الاعتقالات إلى أوامر قضائية بالغالب أيضا، إلى أي مدى يؤكد أن العراق لم يحرز أي تقدم في ملف حقوق الإنسان وضمان الحريات؟ كل المنظمات الإنسانية ومن ضمنها الأمم المتحدة تشير أنه خلل موجود، خلل فني وسياسي في معاملة الإنسان في العراق، الازدواجية في المعايير المعاملة، أنه يعتقلون الأشخاص لأسباب يدعون بها لأسباب سياسية. إذا كانت الأسباب سياسية أي الأحزاب الموجودة، الأحزاب الموجودة السياسية هي في كل العراق تعمل، وإذا كانت التضمر الشعب العراقي، الشعب العراقي بأجمل متضمر، لماذا تحدث في هذه المناطق وهي مناطق هادئة لا فيها مظاهرات ولا فيها احتضامات ولا فيها أي شيء؟ هذه العملية إذن علي عملية مباغتة لاعتقال الشباب الموجودين. ولكن يعني أيضا أستاذ ضياء في نفس الإطار، لماذا تمنع السلطات أهالي المعتقلين من معرفة مصير أبنائهم؟ لأنه لم تسيطر عليها الدولة، لا تسيطر، الميليشيات هي التي تحكم العراق، الميليشيات المسلحة بجميع اتجاهاتها وبجميع صفاتها الموجودة إذا كانت من هذا الطرف ومن ذاك الطرف هي تتحكم بهذه العملية الابتزازية
وتستفاد من هذه العملية من ناحية مادة، ترى حقيقة ماديا يستفادون من عندهم. هو ليست عملية اعتقال، هي بالأحرى عملية اختطاف الأشخاص من بيوتهم بحجة الأعذار السياسية، وهو لا يوجد أي عذر سياسي، لأن هذه المناطق هي مناطق هادئة، أنا مثل ما قلت لا فيها اعتصامات لا فيها مظاهرات، حقيقة سايرين يعني تحت رحمة الله. هذا يعني الواقع أستاذ ضياء من ابتزاز ضد المعتقلين وأهالي المعتقلين وعمليات وحملات اعتقالات مستمرة، وصولا إلى العنف المستخدم في السجون لانتزاع اعترافات بالقوة وبالإكراه وبالتعذيب، إلى أي مدى يكرس غياب استقلالية القضاء في العراق وعجزه يكرس هذه لمرحلة قاتمة في العراق؟ أخي هي ليست فقط الاعتقالات، أكو إعدامات قاعد تحدث في السجون العراقية وفي المعتقلات العراقية غير خاضعة للقضاء، يعدمون الناس لحب الانتقام منهم، يعني يقول له لهذا السبب أو ذاك السبب بأعذار طائفية، يعني أحفاد يزيد وأحفاد، هذه الكلام الذي يتبعوها مع السجناء ويعدمون السجناء على هذه الأساس. المنظمات الإنسانية العالمية أشارت إلى هذا، وحتى الأمم المتحدة أشارت إلى هذا، ولكن المجتمع الدولي متواطئ مع هذه الحكومة العراقية، لأن لا يوجد لهم حل في هذه المناطق، وهذه المناطق هم بالحقيقة مستفادين، يعني الدول إذا كانت أمريكا أو بريطانيا هم مستفادين من الوضعية الموجودة بالعراق، هذا الإرباك الموجود في العراق والضعضعة المنطقة هذه موجودة، يعني المنطقة غير مستقرة لسبب الوضع في العراق غير مستقر، ليست في العراق وإنما في كل المنطقة، وهذه إذا ننظرها من ناحية سياسية. أما من ناحية إنسانية من ناحية حقوق الإنسان، هذه انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، يعني لا يمكن اعتقال شخص بتهم طائفية أو بتهم عشوائية بسبب الابتزاز من أهله، وأغلبهم هم يعني من عوائل فقيرة ومن عوائل متمكنة، حتى يبتزوهم، يعني يبتز في أرضه، يبتز في بيته، يبتز في بيع أي شيء حتى يأخذ معلومات من أهالي حتى يعرفون أين أولادهم، لأن حتى المعتقلين لا يعلمون هم في أي مكان معتقلين، يعني والإعدامات خارج القانون يتم الإعدامات في العراق بعشرات، وهذه الحقيقة أشارت إليها الأمم المتحدة، يعني حقيقة الوضعية بالعراق وضعية يعني بكل مجالاتها، إذا كانت اقتصادية وإذا كانت اجتماعية وكانت إنسانية، هي مسيطرة عليها ولاية الفقيهة الإيرانية وهي الداعم الأكبر لهذه الميليشيات المتواجدة في العراق. من فيينا أمين، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، السيد ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.